الرحمن الرحيم أهلا بكم وكل عام وحضراتكم جميعا بكل خير في شهر سبتمبر الماضي يعني منذ شهرين تقريبا كان مخططا أن تجرى انتخابات عامة في عموم الدولة الإثيوبية ولكن كان هناك مشاورات بين رئيس الوزراء الموجود الحالي أبي أحمد ومجموعة من النخبة الحاكمة في أديس بابا للقيام بعملية ما لتأجيل هذه الانتخابات ربما كان هذا التأجيل لأسباب كما أعلن عنها أسباب كورونا وما صاحبها من عملية ارتباك في كل دول العالم أو ما يقال تحت السطح بأنه كان بيخطط لتأجيل الانتخابات لمحاولة التنصل من بعض الاتفاقات الدوليه ومن بينها ربما يكون اتفاقيه اداره سد النهضه. لكن ما جرى في هذه الاثناء هو استقاله رئيس رئيسه البرلمان احتجاجا على هذا التاجيل واوضحت في حينها ان ما تتعرض له الديمقراطية أو التجربة الديمقراطية الوليدة في إثيوبيا بتمثل قتلا لهذا الجنين واستقالت بعد ذلك وتحديدا يوم 29 أغسطس كان هناك خطة موضوعة في حال تأجيل الانتخابات في سبتمبر كان إقليم التجري في 29 أغسطس أوضح أنه سيكون هناك انتخابات في اقليم التجري بعيدا عن هذا التاجيل يعني لن ينصاع ولن يوافق اقليم التجري هذا الاقليم التاريخي الذي كان يحكم اثيوبيا بشكل كامل خلال ثلاثه عقود متتاليه قالوا بانه في حال تاجيل الانتخابات لن نعترف بهذا التاجيل وستكون وسن... هناك انتخابات محليه في اقليم التجري وفي نفس التوقيت لن نعترف بمد الفترة التالية لأبي احمد ومن ثم أي قرار بيتخذه قرار عسكري أو قرار سيادي داخل إقليم التجري لن نعترف به. أنا بشرح بس الأزمة بدايتها إيه؟ يعني بداية الأزمة كان مخطط أن تتم الانتخابات الإثيوبية يوم 31 اغسطس الماضي. تم التاجيل ب... باتفاق ما نتيجه هذا التاجيل في ناس اتضايقت في ناس اعترضت لماذا يتم التاجيل ده سطو على الديمقراطيه وسطو على التجربه الديمقراطيه ومن هنا اعلن اقليم التجري هذا الاقليم اللي فيه من 6 ل 9 مليون مواطن في شمال اثيوبيا هذا الاقليم بيتميز بانه قاده القوات المسلحه وقاده المخابرات العامه الاثيوبيه وتاريخيا كل الحكام الحقيقيين من هذه المنطقه. عندما تولى ابي احمد الحكم استطاع ان هو يقلم اظافر هذا الاقليم واستطاع ان يحاول ان هو يذيب هذه النعره الاستعلائيه من بعض المنتسبين او المنتمين لاقليم التجري في شمال اثيوبيا. تم تنظيم انتخابات عامه في التجري. لم تعترف بها الحكومه المركزيه بقياده ابي احمد. ردت حكومه التجري بانها لن تستقبل اي موظف من الحكومه المركزيه. ردت الحكومه المركزيه بمنع الاعتمادات الماليه الى حكومه التجري ومن هنا شد وجذب حتى حدث ما لا يحمد عقباه والآن هناك حالة حرب بما تحمله الكلمة من معان بين إقليم التجري هذا الإقليم الذي يوصف بأنه إقليم خطير خطير من حيث إمكانياته يقال بأنه عدد الأفراد المسلحين والجاهزين للاشتراك والانغماس في عمل عسكري ما في هذا الإقليم يصل إلى 250 ألف مواطن اثيوبي من قبائل التجري في نفس التوقيت اللي انه كل الجيش الاثيوبي يتراوح حول رقم مئتين الف مواطن مئتين الف جندي وابي احمد هذا رئيس الوزراء صاحب الاصغر رئيس وزراء او حاكم افريقي حصل على جائزه نوبل للسلام لا تنسى هذا لانه حصوله على جائزه نوبل للسلام كان نتيجه نزع فتيل الازمه بين اثيوبيا واريتريا بين اديس ابابا وبين اسمره وارساء دعائم السلام ووقف حاله الحرب التي استمرت سنوات بين الجارتين اريتريا واثيوبيا. طيب خليني بس اقول انه اقليم التجري بجنوده بتاريخه بامكانياته والدوله الاثيوبيه اللي بيحكمها ابي احمد ابي احمد 44 سنه كان ضابط سابق في القوات المسلحه يعني ذو خلفيه عسكريه ابي احمد حارب مع التجري ضد اريتريا لمده عامين ابي احمد عندما كان ضابطا في القوات المسلحه الاثيوبيه حارب بجوار التجري مع ضد ضد اريتريا اذا اقليم التجري الان والموضوع ربما لم ينتبه إليه الكثيرون من أخطر الموضوعات من أخطر الموضوعات التي تهدد الأمن والسلام والسلامة والهدوء والاستقرار في منطقة الشرق في منطقة القرن الإفريقي منطقة القرن الإفريقي لمن لا يعلم هي أهم أهم منطقة يهتم بها العالم لأنه في هذه المنطقة مدخل البحر الاحمر من خليج عدن ومضيق باب المندب وبدايه الدخول الى قناه السويس ونقل حركه التجاره العالميه من الشرق الى الغرب والعكس. لذلك منطقه القرن الافريقي تاريخيا منطقه مهمه. كان فيها القراصنه ومواجهه القراصنه وهناك اجزاء من اساطيل بعض الدول الكبرى في هذا في هذه المنطقه لحمايتها من القرصنه الى اخره. لذلك اقول بانه اشعال حرب الان داخل الاراضي الاثيوبيه بين قبيله وبين الدوله المركزيه الدوله المركزيه مكونه من قبائل ايضا قبائل الامهره وقبائل الاورومو الاورومو اللي منها ابي احمد وقبائل الامهره اصبحت الدوله الاثيوبيه والقبائل الاثيوبيه والاستقرار الاثيوبي والوحده الاثيوبيه على المحك لا تنسوا ان حاكم اثيوبيا حصل على جائزه نوبل للسلام لاقراره باتفاقيه سلام جريئه مع اريتريا، لكن اللي بيحصل دلوقتي هو عمليه حرب داخل اثيوبيا قد تنذر بحرب اهليه لا يعلم الا الله مدى هذه الحرب وخطورتها. احنا عندنا خريطه لاماكن التوتر واماكن الاشتباك يا ريت تجيبها لي ابراهيم لو سمحت. هذه الخريطة هذه المناطق يعني أنا بتكلم وبنقل للمشاهد في كل مكان الأماكن اللي فيها نجوم حمراء دي كل دي أماكن توتر وأماكن اشتباك لكن ربما الإعلام في إثيوبيا والإعلام بشكل عام لا يهتم إلا بالمنطقة الشمالية المنطقة الشمالية دي منطقة التجري لكن هناك اشتباكات في كل هذه المناطق بشكل او باخر دي دي خريطه بتوضح اماكن الاشتباكات او اماكن التوترات داخل الاراضي الاثيوبيه. طبعا يعني انا كنت اتحدث للتو بانه اخشى ما اخشاه ان تنزلق الدوله الاثيوبيه الى حرب اهليه طاحنه وتتحول اثيوبيا الى صومال جديده. تتحول اثيوبيا صومله الاراضي او الوضع الاثيوبي من اخطر ما يمكن على الامن بشكل عام في منطقه القرن الافريقي التي اصفها بانها منطقه هامه للغايه بالنسبه لحركه التجاره العالميه واستقرار الاقليم برمته شرق افريقيا وطبعا مصر بكل تاكيد متاثره بهذا لذلك انا بدات بها هذه الحلقه نظرا لانه في زخم الانتخابات الموجوده في مصر وزخم الانتخابات الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه ونتائجها وتاثيراتها وهذه الامور ربما لم ينتبه الكثيرون الى ما يجري هناك في الجنوب والجنوب بالنسبه الينا او بالنسبه للمنطقه والاقليم والعالم مهم للغايه ان احنا نعرف ما يدور ماذا يحصل الان هناك المستقبل ممكن يحمل ايه انا انقل لكم ما يدور واحلل ما بين السطور هذه الخريطة أمام حضراتكم بتوضح بجلاء أنه المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية اللي هي الحدود مع إريتريا خلي بالك دي الحدود مع إريتريا كلها فيها اشتباكات واشتباكات حقية وسيطرة القوات من أديس أبابا القوات المركزية على المطار هنا وعلى أكبر من قاعدة وعلى طرق وفر مجموعة من القادة من تجدري الى الدول المجاوره منهم جيبوتي والصومال وقامت القوات التي استلمت هؤلاء بإعاده نقلهم وشحنهم مره اخرى الى اديس ابابا لمحاكمتهم، اذا هناك حاله من حالات عدم الاستقرار، عدم استقرار واضح داخل الاراضي الاثيوبيه، وانا بقول تاني ابي احمد ابي احمد حصل على جائزه نوبل لانه جريء في توقيع اتفاقية سلام مع إريتريا لكن ماذا عن الداخل الإثيوبي؟ هذا هو السؤال خلينا نروح بس عشان الناس أنا بتكلم على منطقة القرن الإفريقي فين هو القرن الإفريقي أهو؟ هي دي المنطقة القرن الإفريقي أهي هي دي دي القرن الإفريقي هي بال, 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 بال حتى اسم القرن الإفريقي قرن أهو الحتة دي دي الصومال طبعا وده باب المندب أهو ده مضيق باب المندب البحر الأحمر أهو ده بداية البحر الأحمر اللي بيطلع على قناة سويس عندنا في الآخر يعني ادي الخليج ده بيسموه خليج عدن وادي باب المندب هنلاقي في في المنطقه المنطقه دي كلها بقى فيها قلاقل دلوقتي اهو ما هو اهو اهو كل الاماكن دي اماكن طب عندي اريتريا في هذه المنطقه اهي ودي الصومال واريتريا وجيبوتي كل المناطق دي مجاوره لمين مجاوره لاثيوبيا اثيوبيا لا تطل على بحار اثيوبيا دوله مغلقه ما عندهاش منفذ على البحر الاحمر او على المحيط فبالتالي كل تجارتها عن طريق جيبوتي وعن طريق الصومال من برا من اثيوبيا الى الصومال او الى جيبوتي او الى اريتريا لذلك هذه الدول مهمه الثلاث دول دول مهمين جدا 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 كل القاده اللي موجودين في التجري اللي كانوا بيحكموا اثيوبيا تاريخيا هرب نتيجه القصف الى منطقه مناطق اخرى خارج اثيوبيا وبيتم اعادتهم لكن الخطر اللي بيلوح في الافق ان قبائل الامهره وقبائل الاورومو اللي بيكونوا مع بعض الجيش الاثيوبي بيتطحنوا مع القبائل اللي موجوده في الشمال قبائل التجري طبعا السودان قدام حضراتكم يبقى عند السودان في الشمال الغربي واريتريا في الشمال عدد النازحين من المواطنين الاثيوبيين من جراء هذا القذف القصف السريع بيتحركوا من هنا الى السودان بيتحركوا من هنا الى اريتريا بيتحركوا من هنا الى جيبوتي من هنا الى الصومال ومن ثم هناك حركه نازحين للمواطنين العاديين وايضا هناك مجموعه من الجنود الاثيوبيين هربوا من ساحه المعركه الى السودان والى منطقه قضارف والى اريتريا والى الصومال والى جيبوتي والناس اللي راحت جيبوتي طلبوا حق اللجوء السياسي تم اعادتهم مره اذا في قصف موجود في قصف شديد في هذه المنطقة هذا القصف الذي تحركت القوات من إثيوبيا بسرعة شديدة إلى الشمال ضرب المطار والاستيلاء عليه هنا خلى المنطقة في حالة قتلى وجرحى إلى قوم مشردين اللي بيتأذى من هذا السودان والدول المحيطة إذا الموقف برمته بيدعو للقلق داخل الأراضي الإثيوبية خلينا أقول بشكل عام من هم اللاعبون الاساسيون في هذه الارض في هذه المنطقه في هذه البقعه وايضا في هذه الاحداث اول اول هؤلاء اللاعبين هو حاكم اقليم التجري حاكم حاكم اقليم التجري وكان هو هو ده الراجل حاكم اقليم التجري اسمه سيد ديبر تسيون ده كان فيما مضى نائب رئيس الوزراء الاثيوبي. وتم الاستغناء عن خدماته. واصبح حاكما لاقليم التجري، كان زمان التجري هي اللي بتحكم وبتشارك في الحكم. لما ابي احمد وصل للحكم ازاح قبائل التجري من الحكم وهذا الرجل هو حاكم الاقليم بشكل رسمي وكان نائب رئيس الوزراء وهذا الرجل له يعني باع طويل وله كلمه داخل الاقليم. اللاعب الثاني هو الجيش الفيدرالي والقوات الفيدرالية اللي عددها 200 300 الف جندي والقوات التجري حوالي 250 الف جندي ايضا اريتريا احد اللاعبين الاساسيين وزي ما قلنا انه سياسي افورقي رئيس اريتريا في اتفاقيه سلام بينه وبين ابي احمد فمن ثم هناك محاوله اريتريا إثيوبية لوضع التجري ككماشه بين فكي اسدين بين الحكومه الفيدراليه الاثيوبيه في الجنوب وبين الجار اريتريا الجار في الغرب اللي هو اريتريا يعني الحكومه الاثيوبيه بجيشها بتنطلق شمالا والقوات الاريتريه بتنطلق جنوبا لوضع قوات التجري في ما بين الكماشه الاثيوبيه الاريتريه ده جزء ايضا اللاعب الثاني السودان لانه السودان بتق... حدود السودان في شمال غرب اقليم التجري فمن ثم السودان ايضا لاعب اساسي في الموضوع لانه النازحين الفارين من هذا القصف الشديد والمتتالي من القوات الاثيوبيه على جبهه التجري الاف الاثيوبيين بداوا يعبروا الى السودان سيرا على الأقدام ونزوح جماعي مما يؤدي إلى خلخلة في التركيبة السكانية نمرة واحد نمرة اثنين يؤدي إلى عملية النزوح الجماعي وما يتبعه من انهيار في الخدمات وحقوق الإنسان وعملية الأمراض والقتل إلى آخره أعتقد أنه الوضع العام ده الجيش الإثيوبي وفي منطقة التجري بهذا الشكل يعني دوله بتبني نفسها وبنقول عايزين نبني ونقول عايزين نتعاون وإلى اخره يعني كنا في غنى عن هذا بشكل كبير جدا وفي انقسامات عرقيه طبعا ومخاوف من اندلاع زي ما قلت يعني حرب اهليه لانه زعيم التجري مصر تماما انه لم يخرق القانون ولم يخرق الدستور وبيقول ان اللي خرق الدستور وخرق القانون هو ابي احمد لانه رفض انه يعمل انتخابات وأجل الانتخابات بحجج وهي قال لك حجه الكورونا، لكن التجري عملوا انتخابات ونجحت ايضا في ظل في ظل كورونا، فبيقولوا انتوا ان احمد غير شرعي ومنتهي ولايته وكل ما يقوم به اعتقد غير قانوني، بسرعه بسرعه الاتحاد الافريقي تدخل. الاتحاد الافريقي عن طريق المفوضيه الافريقيه وسيد فقيه موسى فقيه او موسى فقي هذا الـ الـ هذه المفوضيه وهذا الاتحاد له كلمه اوصى بسرعه بانه ما يجري في اثيوبيا خطر وخطا ويجب على الجميع ضبط النفس بما يحقق حقوق الانسان والهدوء في منطقه القرن الافريقي ده ده الاتحاد الافريقي طبعا حضراتكم عارفين ان مصر في هذه الدوره هي رئيس لجنه الامن والامن في المفوضيه الاوروبيه للامن هي رئيسها في هذه الدوره في هذا الشهر. طبعا الامم المتحده تدخلت وتحدث الامين العام للامم المتحده مع رئيس الوزراء ابي احمد ودعاه الى محاوله ضبط النفس ايضا وعدم الانزلاق نحو الانتقام وعدم الانزلاق نحو اشعال حرب اهليه اثيوبيا في غنى عنها السودان واريتريا وجيبوتي والصومال في غنى عنها منطقة القرن الأفريقي في غنى عنها فبالتالي الأمم المتحدة بتدعو أبي أحمد والجانب الأثيوبي إلى ضبط النفس أيضا سفارات الدول في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كل سفارة من السفارات دعت إلى ضبط النفس والى محاوله نزع فتيل الازمه ومحاوله وعرض الوساطه لحل الازمه الارتريه الازمه الاثيوبيه الاثيوبيه لكن يبدو ان هناك تعنتا واضحا من الطرفين سواء من حكومه التجري او من الحكومه المركزيه انا بشكل عام بقول اننا ضد الانفصال ضد الحركات الانفصاليه لن يتغير موقفنا مع إثيوبيا أو غير إثيوبيا لأنه إذا تفككت الدولة الوطنية وده اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بينادي دوما وأبدا الحفاظ على الدولة الوطنية الدولة الوطنية في أي مكان بصرف النظر عن علاقتنا بالدول إحنا لا يسعدنا على الإطلاق أن يكون هناك تفسخا أو تفتتا أو انفصالا لدولة في دولة من الدول حتى ولكن إحنا ليه مهتمين بالملف الإثيوبي يعني أنا أنا مهتم بالملف الأثيوبي وحضراتكم مهتمين بالملف الأثيوبي لأنه في مشكلة بيننا وبين أثيوبيا عشان المية باختصار شديد وعشان قضية سد النهضة ومياه النيل الأزرق لكن رغم اهتمامنا بهذا لا يسعدنا على الإطلاق أن تتفسخ وتتفتت وتنقسم أثيوبيا لأنه في هذا يعني خراب على الجميع بالتالي بقول إنه قوة الدولة في أثيوبيا أعتقد إنه ده شيء بيساعدنا على إن احنا نجري مفاوضات مع دولة مع شخصية قوية مع حد عنده إرادة سياسية لأن أنا فاكر كلمة سيد سامح شكري وزير خارجية أمام مجلس الأمن حينما عرضت مصر قضيتها على مجلس الأمن اتكلم قال يبدو أنه لا توجد إرادة سياسية داخل إثيوبيا لتوقيع على اتفاقية أنا فاكر هذا الكلام تقريبا يعني لكن بقول أنه أبي أحمد كان دايما بيتكلم عندي أوضاع داخلية الأوضاع الداخلية الناس ما كانتش لا الأوضاع الداخلية قدامنا اهو دي الأوضاع الداخلية حرب بين التجري وبين الحكومة المركزية دخل أرمو على الخط دخلت الأمهار على الخط قد تؤدي هذه الممارسات على الأرض المسلحة لأنه يا جماعة إحنا بنقول متى تصمت أصوات البنادق متى تصمت أصوات البنادق إسكات أصوات البنادق أصبح واجبا وطني أصبح واجب أممي أصبح واجب إفريقي أناشد الاتحاد الإفريقي بان يتدخل لاسكات صوت البنادق في اثيوبيا وادعو ابي احمد من هنا من القاهره ان يسكت صوت البنادق ويطلق صوت العقل لانه ابي احمد الذي الذي حصل على جائزه نوبل السلام عليه ان يسمع صوت السلام وعليه ان يسمع صوت الحق وعليه ان يسمع صوت الانسانيه وعليه ايضا ان يساعد فورا في إسكات صوت البنادق فالبنادق لن تفيد أحد والبنادق لن تؤدي إلى أن يعيش الإثيوبيين كما يتمنى أبي أحمد ويقول ويسوق بأنه التنمية في إثيوبيا والرخاء للشعب الإثيوبي الفقير اللي بيصل عدد سكانه أكثر من 100 مليون إحنا بنقول للناس بنقول للشعب الإثيوبي وبنكلم باللغة العربية بوضوح شديد وبقول للشعب الإثيوبي الصديق والشقيق استقرار إثيوبيا واستقرار السودان واستقرار الصومال واستقرار جيبوتي واستقرار منطقة القرن الأفريقي قولا واحدا بيفيد الجميع بيفيد مصر وبيفيد هذه الدول أيضا الوصول إلى اتفاقات واضحة لمياه نهر النيل وباقي الأنهار الموجودة في القارة الأفريقية من شأنه أن يضع أسس الاستقرار فبيفيد أيضا الجميع نحن هنا من القاهره نقول نحن دوله سلام ونحن اعلام بيمثل رجع الصدى لدوله سلام لذلك اقول لابي احمد من القاهره اسكت اصوات البنادق واطلق العنان لاصوات العقل اصوات العقل هي التي يجب ان ترتفع اصوات العاقلين لابد ان العقلاء لابد ان ترتفع لانه لا يمكن ان نعول على اصوات البنادق نحن ضد اي حركه انفصاليه بشكل واضح لكن الوضع في اثيوبيا خطير اصنفه انه خطير واصنف الوضع في اثيوبيا على انه قابل او مرشح للاشتعال ده لن يفيد احد على الاطلاق لذلك المره الثالثه اقول اسكتوا اصوات البنادق واطلقوا العنان لاصوات العقلاء والعقلاء كثر هذا ما تيسر لنا من معلومات عما يجري في إثيوبيا وكما ترون حضراتكم في الفيديوهات والماتيريال الموجود معنا يعني الوضع الوضع مزري والوضع خطير والوضع لا يعني يساعد على ان احنا نمضي قدما او يمضي الاثيوبيون قدما في بناء دولتهم واحنا عايزين الدوله مستقره عشان نقعد نتفق على اتفاقاتنا والشعب الاثيوبي يعيش كويس لكن التطاحن انا فاكر في رواندا القبائل التي بدات تتناحر وراح ضحيتها مليون و مليون وفي الاخر قعدوا مع بعض على بين المفاوضات واتفقوا واتحلت المشكله بين القبائل المتناحره داخل رواندا رواندا دلوقتي عندها معدل نمو وصل ل 11 12% من افضل الدول الافريقيه الجاذبه للاستثمار، يعني بقول انه في السودان برضو الحرب اللي كانت موجوده بين حركه جنوب السودان وبين السودان في وحتى وانتهت به الانفصال، لا يسعدنا على الاطلاق ان احنا نجد حروب ولا يسعدنا ان نجد قلاقل، يسعدنا ان نجد حتى في الصومال وفي جيبوتي كل هذه المناطق احنا بنقول انه ده يمثل درع للقاره الافريقيه، رئه شرقيه للقاره الافريقيه، القرن الافريقي ليس ملكا لاحد، وانما القرن الافريقي والمضيق. انا بقول انه كل هذه المنطقه بنهتم بي بيها لانه مدخل الملاحه او حركه الملاحه العالميه من الشرق في الهند والصين الى الغرب بشكل عام والعكس، وبقول انه انتشار الحركات او بعض الحركات الارهابيه في منطقه القرن الافريقي ده بي بيمثل انتكاسه للامن والسلام في هذه المنطقه، يعني انا متذكر انه اسامه بن لادن عندما اختبأ وبعد سلسله من العمليات الارهابيه كان ما بين السودان وانطلق بعد كده الى افغانستان ومجموعه من حركه شباب الصومال كانوا موجودين دول كلهم لهم مرجعيه فقهيه ارهابيه ليس لها علاقه بالدين الاسلامي. شفنا التفجير وشفنا كذا وشفنا القاعده لها مكان وداعش ليه مكان عدم وجود تنميه وعدم وجود امان وعدم وجود اتفاقات واضحه بتفتح الباب امام صعود طيار راديكالي ليس له علاقه بالدين على الاطلاق بنجد اناس وانا عارف تماما وقلت قبل كده ان هناك اصابع تركيه بتقيم اسس ارهابيه في منطقه في بعض المناطق الصوماليه وناس الصوماليين او بعض الصوماليين الاخوان بيهاجمونا بشكل واضح في الصحف الصوماليه وتابعنا هذا وفيديوهات وشتايم وغيره لكن احنا بنقول والله نتمنى السلامه للشعب الصومالي ونتمنى الخير للشعب الصومالي شعب الصومالي كل الصوماليين بالمناسبه كل الصوماليين دون استثناء لان الشعب الصومالي شعب طيب وشعب اصيل وعنده حضاره وانا بقول للصوماليين سواء في الصومال مقديشيو او الصومال اللي فيها فرماجو في او الصومال الاخرى اللي انفصلت على ارض الصومال او بلاد بنط او غيره بقول ان مصر تاريخيا كان لها علاقات تجاريه وطيده ببلاد بنط او بلاد الصومال والملكه حاتشبسوت انا بقول انه في تاريخ بيجمعنا خلينا نرجع لاجدادنا كانوا بيتعاونوا ازاي مع بعض نتعاون مع بعض الصومال شعب الصومال الشقيق وجيبوتي شعب جيبوتي الشقيق والحبيب ناس طيبين جدا جدا والشعب الاثيوبي انا بقول بمنتهى الوضوح يجب على الشعب الاثيوبي ان هو يحدد خياراته بسرعه ويتوقف عن هذا النزيف الحاصل في هذه المنطقه. اصعد في الشمال واجد السودان، جنوب السودان وجوبا وشمال السودان والخرطوم. هذه الدول جزء منا، جزء بعض منا، بعض من مصر. لذلك انا بقول مصر فرصه تاريخيه ان مصر الحاليه مصر الدوله، مصر الشعب، مصر الامه، مصر الوطن. لسنا دوله معتديه ولن نكون. لسنا دولة طامعة ولن نكون، لكننا دولة طامحة، طامحة أن تنمو وأن تتقدم وأن تستفيد من إمكانياتها وألا تتنازل عن حق من حقوقها، ده قولاً واحداً، نمد نمد أيدينا إلى الآخرين وننتظر أن يعاملنا الآخرون بنفس بالمثل ولا نتمنى أبداً أن تسوء علاقتنا مع أحد، أي أحد، كل الدول بالمناسبة، إحنا عندنا ثوابت من يحترم ثوابتنا اهلا وسهلا بيه، من لا يحترم ثوابتنا احنا ما بنحترموش وعندنا خطوط حمراء في كل شيء. عندنا خطوط حمراء لاول مرة الدولة المصرية انجاز التعبير ان انا اقدر اقول انه هي الدولة الحالية شرعية الخطوط الحمراء. الدولة المصرية الان كل دولة لها شرعية، كانت شرعية اكتوبر وشرعية 23 يوليو، شرعية الانجاز، شرعية القضاء على الاخوان، شرعية الخطوط الحمراء. دولة لديها خطوط حمراء لا تعرفها فقط وانما تمليها على الاخرين هذا هو الجديد لم يكن لدينا دوله فيما مضى تستطيع ان ترسم خطوطها الحمراء وتمليها على الاخرين وتجبرهم على قبول هذه الخطوط وهذه الاوضاع مصر الحاليه بترسم خطوط حمراء مصر الحالية بتغير من قواعد العمل في المنطقة من خلال أنها دولة بازغة، دولة قوية، نمر اقتصادي بيتحرك على النيل، وأنا أقول هنا وأعيد وأكرر ولن أمل التكرار، إنه الاقتصاد يا غبي، هذه المقولة التي قيلت في الانتخابات الأمريكية 92 كما قلت بالأمس هنا في مصر مرفوعة، أقول لكل هؤلاء الخونة والعملاء الذين يخرجون الآن من صناديق القمامة بيحاولون ان يطلوا برؤوسهم الكريهه في المشهد ارجعوا اماكنكم من جديد اقول ان الاقتصاد المصري القوي ومعدل التنميه والنمو المصري المرتفع معدل البطاله المنخفض كل ما تم انجازه على الارض المصريه من بنيه تحتيه وبنيه معلوماتيه وتنميه العنصر البشري في مصر بيصب في النهايه في رسم صوره مصريه العالم بينظر الينا باحترام شديد لا يعرف هؤلاء ولا يسمع هؤلاء عن فكره الدوله وحيويه الدوله المصريه وقوه الدوله المصريه ودخول الدوله المصريه كدوله كمكون اساسي في كل المعادلات الاقليميه، عندي معادلات اقليميه موجوده الشق اللي بيمثل الخليج العربي مصر فيه، الشق اللي بيمثل تركيا وايران والمنطقه المتنازع عليها هناك في كردستان وغيره مصر جزء منها مصر جزء من المشكلة من الحل في المشكلة الليبية مصر جزء من الحل في الجنوب مصر جزء من الحل في كل القضايا الصراع العربي الإسرائيلي والقضايا الفلسطينية فبالتالي لا يمكن لأحد أن هو يحرم مصر من القيام بدورها الطبيعي بالمناسبة مصر لا تسرق أدوار الآخرين وإنما مصر ربما سرق دور مصر خلال عقود مضت من الكسل ومن التراخي في هذه الدولة. الآن الدولة المصرية لا تعرف الكسل ولا تعرف التراخي ومن ثم بتعود مصر مرة أخرى لاستلهام جزء كبير من تاريخها واستعادة جزء كبير من رونقها واستعادة جزء كبير من إمكانياتها ومن مكانتها التي ضاعت خلال الفترة الماضية سواء على المستوى العربي، الشرق الأوسطي، المتوسطي، الإفريقي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى أثينا عاصمة اليونان، الأصدقاء في اليونان وجهوا دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة اليونان، وهذه الزيارة تعتبر الزيارة الأولى بعد كورونا، يعني مش هنعتبر زيارة الكويت كانت للتعزية، لكن دي زيارة رسمية بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بناءً على دعوة وجهت له من رئاسة اليونان ورئاسه الوزراء اليونانيه ودي اول زياره بعد ترسيم وتوقيع ترسيم الحدود الجزئي بين مصر وبين اليونان خلال الفتره الماضيه عندما جاء الى القاهره وزير الخارجيه اليوناني وتم توقيع اتفاقيه ترسيم الحدود مع الجانب المصري اللي مثله فيها السيد سامي شكر وزير خارجيه والبرلمان اقر البرلمان المصري اقر والبرلمان اليوناني اقر جدول مزدحم الرئيس في اثينا سيكون توطئه للكثير من الاتفاقات. يعني بس عشان الناس تبقى عارفه اليونان اليونان يعني تعتبر جارتنا اليونان لانه ادي ادي مصر ادي مصر وادي قبرص وادي الـ 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 ادي اثينا اهو اليونان اهي مجموعه الجزر دي كلها كل الجزر دي الجزر اللي في البحر بحر ايجا كل ده جزر يونانيه وادي هنا ايه فادي في ترسيم حدود بيني بين مصر وبين اليونان وبين مصر وبين قبرص وبين مصر وبين المفروض انا ماليش علاقه بتركيا لانه هنا الجزر اليونانيه هي اللي لها الحق فلذلك دي الخلاف اللي بين تركيا وبين اليونان وبين تركيا عشان الجزر دي تركيا بتقول الجزر دي ملهاش حق في المواد او الثروات اللي في البحر، واليونان بتقول طبقا للقانون الدولي الجزر لها حق آه تام، فبالتالي ده خلاف بينهم انا بره هذا الموضوع، لكن علاقه مصر بقبرص واليونان علاقه ثلاثيه، كان في مصر خلال آه في قبرص خلال الشهر الماضي آه كان في آه لقاء ثلاثي بيجمع رئيس الوزراء اليوناني مع رئيس قبرص مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللقاء الثامن الذي يجمع زعماء البلاد الثلاث لعمليه اداره الامن في منطقه المتوسط منطقه المتوسط ده اسمه شرق المتوسط المنطقه دي اسمها شرق المتوسط اللي فيها قبرص وغيره هنا في توتر في المنطقه دي في توتر شديد جدا مين اللي عامل التوتر تركيا اللي عامله التوتر لان في خلافات محتله جزء كبير جدا من قبرص شمال قبرص وفي مشاكل بينها وبين اليونان في هذه المنطقه وفي مشاكل بينها في تركيا وبين هنا في اذربيجان وارمينيا بالتالي في منطقه توتر حتى الاداره الامريكيه الجديده الاداره المنتخبه بتقول انه العمل على منع تركيا من اشعال منطقه المتوسط دي منطقه المتوسط دي المنطقه المتوسطيه لما اجي اقول مصر بقول مصر الافريقيه افريقيا مصر المتوسطيه على البحر المتوسط مصر الشرق الاوسطيه جزء من الشرق الاوسط فبالتالي بقول انه زياره الرئيس السيسي من هنا من القاهره الى اثينا هنا من اجل العلاقات بين البلدين وطبعا حضراتكم عارفين انه الغاز الموجود في هذه المنطقه ومصر جزء من هذا الاتفاق في اتفاق بيني وبين قبرص على الحدود بتاعتي وفي اتفاق بيني وبين اليونانيين على الحدود بتاعتي لكن في تعاون ثلاثي تم تدشينه او تم يعني ثمرته كان تحولت القاهره الى مركز اقليمي للغاز او منتدى غاز المتوسط اللي اليونان وقبرص اساسيين ودول مؤسسه فيه. زياره الرئيس النهارده الى اليونان لها اكثر من دلاله، الدلاله الاولى انه اليونان كانت اول دوله افريقيه اول دوله اوروبيه ايدت ثوره المصريين في 30 ستة مع ايطاليا ومع فرنسا ومع قبرص، لكن اول دوله عضو في الاتحاد الاوروبي كانت اليونان. علاقتنا باليونان علاقات تاريخيه وعلاقات وصلت للمصاهرة واليونانيين كانوا في اسكندرية على مر التاريخ موجودين بقول اليونان دولة صاحبة حضارة اليونان وأثينا دولة صاحبة الفلاسفة اليونانيين اللي جم مصر يتعلموا ونقلوا عن الحضارة المصرية إلى اليونان بعكس كثير من الأقاويل الأخرى بقول إنه تاريخ علاقات بين مصر واليونان النهاردة لما رئيس مصر بيروح لليونان وبيلتقي النهاردة مع وزير خارجية وبيلتقي مع الرئاسه وبيلتقي غدا في لقاء مهم جدا مع رئيس الوزراء للعلاقات الثنائيه بين البلدين والعلاقات الاستراتيجيه لان فيه قضايا امنيه مشتركه بيننا وبين اليونان وبيننا وبين دول حوض المتوسط فيما يخص منع الهجره غير الشرعيه فيما يخص مكافحه الارهاب فيما يخص حل الازمه الليبيه فيما يخص اتفاقات الغاز فيما يخص اتفاقات وجود تدشين خط لنقل الغاز من هذه المنطقه الى القاره الاوروبيه، هناك الكثير من الملفات المشتركه اللي بتربط بين مصر واليونان، الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل الى اليونان لبدء جوله خارجيه، هذه الجوله يعني ان شاء الله يعني بنتابعها مع حضراتكم اول باول مع تصريحات الرئاسه والسيد المتحدث الرسمي السفير بسام راضي. النهارده الرئيس قبل ما يسافر كان في اجتماع مع رئيس الحكومه الدكتور مصطفى مدبولي والرئيس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه والسيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي والفريق احمد خالد قائد القوات البحريه ومجموعه من الى جانب كل من السيد لويس لوك لويس رئيس مجلس اداره شركه ديمي البلجيكية لأعمال التكريك وعدد من كبار المسؤولين بالشركة وذلك بحضور اللواء بحري أركان حرب محمد فكر مساعد قائد قوات البحرية شؤون هندسية وعميد بحري أشرف العسار رئيس شعبة المساحة البحرية وعقيد بحري محمد المخزنجي رئيس قسم التحليل السياسي بقيادة قوات البحرية طبعا الموضوع كان بيتكلم في سيادة الرئيس مع الحضور على بحيرة البردويل ووجه الرئيس بتكامل بحيرة البردويل في مع الإطار الاستراتيجي لتنمية آه سيناء، توفير كافة عوامل النجاح للمشروع، والرئيس استعرض مع شركة ديمي آه البلجيكية إقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة من المصادر الجديدة والمتجددة، ده الاجتماع اللي السيد الرئيس حضره النهارده مع الشركة البلجيكية بحضور آه الشخصيات المصرية آه المعنية بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير البترول. وزير البترول والطاقة لأنه احنا في منطقه بحيره البرداويل الرئيس عنده اهتمام شديد بتطوير البحيرات المصريه بحيره مريوط وبحيره البرداويل وبحيره المنزله وبحيره البرولوس البحيرات المصريه اللي ضاعت مع الاهمال البحيرات المصريه كانت شهيده الاهمال واهمال تاريخي شفنا بحيرات كانت البحيره مليون مثلا مليون متر ولا مليون كيلو ولا كانت بحيرات مليون فدان وفجاه لقينا البحيره تحولت الى 200 ألف تاكل 80% تاكلت 80% من هذه البحيرات ليتم اعاده البحيرات مره اخرى الى وضعها التي كانت عليه من 100 سنه او من 150 سنه محتاجين مليارات طب هنستفيد ايه من البحيرات؟ هنتفرج عليها يعني؟ طبعا لا، البحيرات عباره عن صناعه ثروه سمكيه، الصيد في هذه البحيرات وايضا البحيرات لمن لا يعلم بتمثل رئة. كل بحيره بتمثل رئه، رئه بنتنفس بيها، رئه بتساعد في عمليه منع عمليه الاحتباس الحراري وعمليه بيئيه والتنوع البيئي، فالبحيرات الموجوده على في مصر تسع بحيرات يمكن كل هذه كل بحيره منهم ممكن تكون مشروع قومي لوحدها. احنا بدانا في تطوير هذه البحيرات والراجل شركه ديمي البلجيكيه الناس بس ما لاحظتش تكريك، تكريك يعني تنظيف، يعني تطهير. بنحول يا ابراهيم لو عندك لو سمحت لو عندكم صور للبحيرات يعني هتبقى كتر يعني، يعني كتر يعني والله العظيم. يعني انتوا جايبين لي الصور وتعيدوها لي هتقولي صوره بحيره عمال اقول بقى لي ساعه بقول بحيره المنزله وبحيره البردويل وبحيره مريوط هاتوا لي صور البحيرات عشان الناس تشوف يعني ايه بحيرات خريطه البحيرات هتوهنا يعني انا بقول انه عندنا في مصر بحيرات تسعه البحيرات تسعه كلهم مشروع قومي كل واحد فيهم لو احنا قعدنا كل بقى لنا 200 سنه مش عارفين بحيره مريوط مثلا اللي في اسكندريه اتردمت اتحولت لبيوت وتحيشش وخراب وفيها اماكن للجماعه بتوع المخدرات شفتوها انتوا في زمان في فيلم العار الحاجات دي حقيقه بالمناسبه الحاجات دي المكان لما بيبقى فيه هيش وبوس وغيره وحاجات دي بيبقى ماوى للارهابيين وماوى للقتله والمجرمين والمخدرات والارهابيين طيب انا اعمل ايه نقعد نجري وراهم ويجروا ورانا ولا لا نطور ننظف نكرك نعيد البحيره تاني عشان الميه اللي فيها دي ترجع تبقى ميه صحيه مره اخرى وتبقى علاقتها علاقه الصيادين بالبحيرات علاقه منفعه الصياد لما يروح وعملنا بيوت للصيادين في هذه الاماكن النهارده الرئيس قبل ما يسافر اليونان قعد مع الناس المعنيين وقال لهم يا جماعه احنا كان في خطه استراتيجيه لتنميه سيناء اه طيب حطوا من ضمن الخطه الاستثماريه الشامله حطوا بحيره البردويل والله العظيم احنا المفروض كم واحد في مصر يعرف البحيرات واهميتها وفايدتها فايدتها بيئيا وفايدتها مناخيا ادي 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 عندي اهو ادي بحيره المنزله هيشوف قد ايه مثلا خليني بس معلش ده ده, ده دي بحيره المنزله شوف قد ايه البحيره دي اللي شغالين فيها بقى فتره البحيره دي فيها صور قبل وبعد يا ابراهيم كانت اتعرضت قدام الريس فيه واحنا في سينا قبل وبعد قبل وبعد وعندنا هنا بحيره اتكو شايفين البحيره قد ايه وبحيره مريوط قد ايه؟ دي بحيره مريوط ودي بحيره ايدكو مريوط في اسكندريه البحيره فيها ايدكو وبحيره البرولوس اهي كفر الشيخ يمكن والبنزله في محافظه الدهليه ده بس دول اللي في الشمال يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه والبردويل في سينا عشان حضراتكم عارفين بس والبحيرات المره عندي بحيرة البحيره يعني ايه؟ اهي مرتبطه بالمياه البحر اهي بتبقى موجود الناس بتقدر تصطاد ويشتغلوا فالناس دي اردم دي اردم دي اردم دي اردم دي حول دي كاعي راحت البحيرات بحيرة مريوط اكتر حاجة انتوا عارفينها وانتوا رايحين اسكندرية ان اردم 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 لغاية ما راحت البحيرات بصوا دي دي بحيرة المنزلة اللي كنت قدامكم بقولها لكم من شوية دي البحيرة كانت بهذا الشكل قدامكم حضراتكم شوية بوص وهيش وكلام حاجة حقيرة جدا وفيها بقى خد بقى مخدرات وفيها ارهابيين وفيها مجرمين وفيها اه اه خلصنا من القصة دي بعدين تحولت إلى هذا الشكل ده صورة من الواقع بالمناسبة دي دي شكل جزء من بحيرة المنزلة قبل وبعد اللي اللي بيخطط له كل البحيرات المصرية لابد أن ينالها هذا التطوير لتتحول البحيرات إلى أماكن لإنتاج السمك وأماكن للصيد النظيف واماكن للصيد المخطط. بالاضافه الى الدور البيئي لهذه البحيرات. والدور الحيوي لهذه البحيرات بيئيا واجتماعيا وثقافيا وتنمويا وصحيا، كل حاجه موجوده واعتقد انه وزاره التعليم العالي عاملين برامج تعليميه في الجامعات التكنولوجيه للبحيرات وانتاج الاسماك في هذه البحيرات. ده الاجتماع النهارده اللي سياده الرئيس يعني اجراه وادي بحيره مريوط وليد اشتغل اهو طلاب ابراهيم اشتغل اهو بحيره مريوط قبل كلكم عش... وانتم رايحين اسكندريه كل حضراتكم او كل اللي بيسافر منكم اسكندريه بيشوف البحيره بهذا الشكل اللي على والشكل بتاعها بعد التطوير اللي جاري بالمناسبه ما لم ينتهي بعد ده قبل وده بعد الكلام ده كله يا جماعه مش عايز اقول يعني بكلف ملايين ولا مئات الملايين، عايز اقول بس المشكله في التكلفه، ما احنا طول عمرنا بنكلف وطول عمرنا في عنق زجاجه وطول عمرنا لكن المره دي احنا بنشتغل وبيطلع منتج قدامنا. بنصلح وبيطلع منتج قدامنا، بنغير وبيبان منتج قدامنا. انا بس كلمه الريس لما بقول لهم بيقول للمتواجدين في الاجتماع النهارده حطوا بحيره البرداويل في المخطط العام للتنميه في سيناء. فلا في تفكير وفي فكر موجود ادي الاجتماع والاجتماع فيه تعليمات أنتم مفكرين الاجتماع زي... زي قعد قعد ساعه ساعتين وطلع عن الاجتماع تعليمات التعليمات دي والتوجيهات يوم بيوم بتتراجع بالمناسبه لغايه لما يتم التاكد من تنفيذ المطلوب بشكل دقيق للغايه. الخلاصه انه عندنا في مصر ده انا بقوله ليه؟ اتكلمت عن اثيوبيا واللي حصل فيها واتكلمت عن كذا وزاره الرئيس لبنان والابعاد اللي فيها والاجتماع للرئيس بيدي فيه تعليمات والبحيرات احنا الدوله شغاله الدوله لا تهدا الدوله بتسابق الزمن حتى النهارده الدكتور محمد معيط وزير الماليه بيقول زي ما قالت رويترز نقلت عنه مصر بتتوقع اقتصادا ينمو بنسبه 3.3 من عشرة في السنه الماليه 2021 ده نفس الكلام اللي قاله البنك المركزي نفس الكلام اللي قاله صندوق النقد الدولي، نفس الكلام اللي قالته وكاله بلومبرج، نفس المكان الو... ال... الكلام اللي اتقال على لسان المسؤولين في مؤسسات آآ آآ المراقبه والمراجعه الماليه للملاءه الائتمانيه زي مودز وغيره، فبالتالي ثلاثة وثلاثه من عشره ب... بنتوقعهم فنمو خلال سنه فيها لسه ضباب كثيف من جراء كورونا، اعتقد ان احنا الحمد لله ماشيين على الطريق السليم، فاصل ونواصل <applause> أهلا بكم من جديد خلال الساعات القليلة الماضية وتحديدا مساء أمس الساعة واحدة مساء أو يعني في منتصف ليل امس نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ان يكبح جماح هذه المعركه الطاحنه بين ارمينيا واذربيجان وما جرى هو مجموعه من التعليمات الروسيه انجاز التعبير او الرؤية الروسية الرؤى الروسية للمشهد لان روسيا في تقديري تركت الجميع يلعب ويعبث كما يشاء وفي النهاية املت شروطها على المجتمعين ووقف بوتين كما المعلم وبيلقي بتعليماته وتوجيهاته في ضوء ما يراه يحقق مصلحة روسيا أولاً والمجتمعين كل حسب علاقته بروسيا ثانية حرب بين أرمينيا وأذربيجان كلمنا عنها كتير وإقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه من 30 سنة يمكن هو أرض أذرية والأرمن في وضعين إيدهم عليها ليه؟ لأنه اللي ساكنين فيها كلهم أرمن يعني الموضوع برضو الإقليم سكانه أرمن والارض اذريه ارمينيا بتقول الناس دول ارمينيين يبقى تبعي واذر بيجان بتقول انه طالما الارض بتاعتي تاريخيا يبقى الارض بالاقليم بالناس تبعي دي المشكله يعني بصرف النظر احنا مش ناقصين مشاكل عندنا مشاكل كتير قوي في المنطقه مش هنروح كمان نستورد مشاكل نهتم بيها في البرنامج. عندنا في ليبيا وعندنا في العراق وعندنا في سوريا وعندنا في اليمن وعندنا في فلسطين وعندنا عندنا يعني لسه في اثيوبيا بنتكلم فاحنا مش ناقصين نصدعكم ونزعجكم بكمان حاجات خارج الاقليم. لكن لها علاقه بالاقليم، ايه علاقتنا بما يجري ان تركيا كانت طرفا في هذا المعترك؟ ليه؟ تركيا كانت بتدعم اذربيجان. وقلت ان تركيا سنيه مسلمه سنيه واذربيجان مسلمه شيعيه. وكانت ايران بتدعم ارمينيا وكانت اسرائيل بتدعم اذربيجان وكانت روسيا قاعده زي المعلم قاعد بيستنى على القهوه يشوف الناس هتخلص على ايه وفي الاخر يقول كلمته. ده تقديري. وبالفعل تركيا ساعدت اذربيجان ونقلت الطائرات المسيره والاسلحه وإسرائيل نقلت الطائرات المسيرة والأسلحة وفي النهاية تقدمت القوات الأذرية بسماح صامت روسي، روسيا سابتهم لأن الإقليم أرض أذرية والسكان زي ما قلت أرمن لكن طبقا للقانون الدولي الأرض أذرية، ده كان الموضوع من 30 سنة تقدمت القوات الأذرية في قتلى في أسرى بين الطرفين روسيا أعلنت وأملت شروطها وتم الاتفاق. مين اللي حضر القعده امبارح؟ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد الاذري من اذربيجان والوفد الارميني من ارمينيا. دول والرئيس الروسي هو اللي تلا ما تم الاتفاق عليه. قال ايه الراجل؟ قال آه الاتفاق دخل حيز التنفيذ من الساعة 9 مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينتش الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت المحلي لموسكو بموجب هذا الاتفاق ستحتفظ أذربيجان بالأراضي التي سيطرت عليها قواتها في ناجورنو كاراباخ في القتال الأخير اتخانقوا مع بعض وحصل اعتراك ومعارك ده خد حتة أرض وده تراجع وده في الآخر قال تصوير جوي، كل واحد عنده حته ارض يبقى الوضع كما هو عليه، مين اللي قال؟ المعلم. يبقى الوضع كما هو عليه. وافقت ارمينيا على الانسحاب من مناطق مجاوره اخرى في غضون الاسابيع القليله المقبله. يبقى ارمينيا وافقت على الانسحاب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي توسط لابرام الاتفاق في خطاب متلفز اللي حضراتكم شايفين جزء منه ان قوات روسيه لحفظ السلام ستنتشر في المنطقه يبقى كله مكانه وقوات روسيه باوامر المعلم هتروح هي اللي تحفظ السلام ما تخليش حد يقرب قوات فاصله بين الطرفين. واكدت وزاره الدفاع الروسيه ان قوه حفظ السلام ستتالف من حوالي 1900 دي قوات حفظ السلام الروسيه خلاص راحوا المكان كله يبعد بعيد. الرئيس الاذربيجاني الهام علييف قال آه شارك الروس في الخطاب قال ان تركيا ستشارك في عمليه حفظ السلام روسيا قالت لا روسيا قالت قوات من عندنا هو الثاني بيجامله يعني كان بيساعده الرئيس بوتين قال الاتفاق يشمل تبادل الاسرة آه ردود الافعال كانت غاضبه للغايه لانه اعتبر هذا هزيمه لارمينيا واعتبر اعتبر هذا نصرا لاذربيجان روسيا ثابت الموضوع لاسباب كثيره جدا يعني لسنا في في يعني موضع دخول فيها لانه النظام الحاكم او الرئاسه او رئيس الوزراء الارميني موالي الى حد ما الى الغرب فده اعتقد مزعج شويه للروس فالروس سابوه يلا شوف والاذربيجان الاذربيجانيين مدعومين من السلاح الروسي والسلاح التركي والسلاح الاسرائيلي فسابهم بوتين حتى احتدم الامر ودخل في الوقت المناسب كله مكانه كل واحد مكانه يبقى الحال كما هو عليه دخل قوات روسيه تفصل ما بينهم عليف قال انه ده انتصار الثاني قال انه انا بتجرع المراره وانا يعني من الايام السيئه في حياتي ان انا اعلن ان انا اعلن هذا ده طبعا رئيس ارمينيا وده الرئيس الفرنسي معرفش الصوره دي جايبها ابراهيم بس ماشي الحال المهم اجمالا 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 الاتفاق الذي جرى تم بتعليمات وبرعايه روسيه مين اللي حضره ارمينيا واذربيجان تركيا مش موجوده اسرائيل مش موجوده ايران مش موجوده يبقى روسيا هي لانه الدول دي اذربيجان وارمينيا الاثنين كانوا دول في في حاضنه الدوله الروسيه في حاضنه الاتحاد السوفيتي فمن ثم هم المفاتيح مع بعض الخريطه مع بعض روسيا هي المفتاح اللي بيفتح كل الأقفال في المنطقة كل الأقفال القديمة والحديثة المفاتيح الروسية بتقدر تفتحها في هذه المنطقة لأنه جزء من الحدائق الخلفية والأمامية لروسيا هي أذربيجان وأرمينيا وغيره لكن هذا الاتفاق تركيا مبسوطة جدا منه ليه؟ لأنه الصورة أنه انتصر الأذريين اثنين أنه فيه ممر ممر تستطيع تركيا أن تنفذ إلى منطقة القوقاز منه عبر الأراضي الأزرية برعاية وبحماية إبراهيم روسية بحماية روسية ده تركيا هتقدر تركيا تتحرك إلى من داخل الأراضي الجورجية إلى هنا إلى هذه المنطقة منطقة القوقاز طبعا كانت تركيا نفسها تتحرك هنا زي تركيا ما دخلت ليبيا عندنا ودخلت سوريا وتركيا نفسها تخش في منطقه القوقاز لن تسمح لها جورجيا او ارمينيا بذلك الا انه خلاص دخلت تركيا بممر واضح الى هذه المنطقه تحت آآ آآ اعين الروس وحمايه الروس ايضا يبقى عندي ممر تركي الى آآ آآ خليني اقول آآ آآ خليني اقول هنا اهو ده ايران ودي ناجورنو كاراباخ ودي اذربيجان في عندي المنطقه دي المنطقه دي اهي التحركات التركيه من عند المدينه دي اهو اهو ادي اه الممر اهو اه الى هذه المنطقه يبقى تركيا القوات التركيه تقدر تتحرك عند المدينه دي من داخل المدينه دي اهي الممر اهو اه قدام حضراتكم اهو اه الى هذه المنطقه تحت اداره مين وحمايه مين الاداره الروسيه ده المكسب الوحيد اللي خدته تركيا انه بقى فيه ممر امن لتركيا تتحرك وتنطلق الى المنطقه الشرقيه اللي هي عايزاها الشرق اللي في منطقه القوقاز من ارمينيا داخل الاراضي الاذريه طيب الراجل رئيس أرمينيا ورئيس وزراء أرمينيا حزين جدا جدا وبيبكي لكن الشعب الأرميني صار ورفض تماما واعتبر ده خطاب انسحاب ودي هزيمة وراح جري على البرلمان وكسر في البرلمان ومسكوا رئيس البرلمان ادوا علقة ليه؟ لأنه اعتبروا دي هزيمة صور قدام في صور عندكم يا إبراهيم أو فيديو عندكم للقصة دي ده رئيس البرلمان ده رئيس وزراء أرمينيا والصوره يعني بتنم على الكثير وعن الكثير، كان في فيديو لرئيس رئيس, الـ رئيس الـ آه آه الـ ده رئيس البرلمان وهو بيتم الاعتداء عليه من قبل المواطنين الارمينيين نتيجه ما اعتبروه خطابا للانسحاب وهزيمه من طبعا تم اقتحام البرلمان والعبث بمحتوياته وده رئيس البرلمان الارميني والناس المواطنين بيعتادوا اهو ده اقتحام البرلمان صوره يعني طبعا مؤسفه بشكل كبير جدا لكن الناس اهو ده دخلوا جوه البرلمان يعني المواطنين دخلوا جوه البرلمان وفي حاله عصبيه شديده جدا والشرطه الشرطه في النهايه سيطرت لكن هذا المشهد بيعكس حاله الغضب الشديده داخل الدوله الارمينيه و يعني ده الحمد لله يعني خلصت القصه وتم يعني ايقاف الحرب بشكل او باخر بمعرفه الروس وبضمانات روسيه ويترك لكن لكن خليني خليني سريعا بس اقول يعني ردود الافعال دايما انا بتابع ردود افعال فصيل الاخوان ليه؟ بشوف توجهات الناس دي ايه؟ هل فعلا الناس دي بتدور على مصلحة الإسلام ولا الناس دي بتدور على مصلحة فصيل ولا الناس دي أنا أنا بسأل فبهتم دايما فقلت لزمايلي عايز أشوف ردود أفعال على الاتفاق اللي تم بالأمس مين اللي رعاه؟ روسيا بين مين؟ أرمينيا وأذربيجان وزي ما قلت لكم موضوع ناجورنو كرباخ تاريخ والله وانا في الاعدادي فاكر الاقليم ويتكلموا عنه وعايز يبقى دوله مستقله ودول رفضوا ومفيش حد اعترف بيه وده كان موضوع معمول قديم روسيا القيصريه عاملاه لاثاره نزاعات في الوقت اللي هي ايه يعني ترغب فيه ان تشعل الازمه تشتغل عليه ده كان موجود معمول يعني مرسوم بهندسه روسيه ده مش موضوعي لكن موضوعي انه اعتبر الاخوان بيدور على اي حاجه واحد بيتلكك يا اخي يا اخي يعني في مصل فلسطيني بيقول لك من قله ولا بلاش مش عايز اقول الجماعه الاخوان الموجودين في تركيا بيسقفوا لاردوغان عايزين اي ما اي حاجه اي حاجه يسقفوا الاردوغان ويقولوا عليه هو زعيم المسلمين ورفعوا من معنوياته المنخفضه داخل تركيا فعملوا شويه تغريدات بيقولوا الحمد لله الخليفه وامير المؤمنين انتصر ونصر الاسلام في ناجورنو كاراباخ عمرو عبد الهادي قال ما وقعته تركيا واذربيجان وروسيا وارمينيا طبعا يعني تركيا لم تحضر اصلا حتى توقع اذربيجان وروسيا وارمينيا زي ما قلت حضراتكم تركيا لم تحضر لم توقع وده كلام واضح بقول له بس هو طبعا غبي ما فهمش الكلام ده عمرو عبد الهادي هو اتفاق حفظ ماء الوجه بدل من اعلان الاستسلام الارميني اصبح اسمه اتفاق انهاء الحرب الشعب الارميني نسي انه محتل لكرباخ ومنذ امس نزل يكسر المنشات ومكاتب المسؤولين في ارمينيا الخلاصه اردوغان اسطوره سياسيه يا ربي يا ربي الخلاصه اردوغان اسطوره سياسيه ابى من ابى وشاء من شاء ده مين اللي بيقول ده عبد بيتفاخر بفحولة أردوغان اللي هو عمرو عبد الهادي عمرو عبد الهادي كالعبد الذي يتفاخر بفحولة سيدي أردوغان محمد القدوسي بيقول تحررت أراضي أذربيجان انتصر أردوغان ولا عزاء للمخلفين من الأعراب والله الأستاذ محمد القدوسي كان راجل محترم وأنا بقول إنه لا رجعها تاني يا عم أنا بقرا لسه يا عم رجعها يا عم تاني أيوه كده الأستاذ بيقول تحررت أراضي أذربيجان اوكي هي اراضي اللي هو ناجورنو كاراباخ لكن ما انتصرش اردوغان يا استاذ محمد اردوغان لم ينتصر انتم الذين تنصرونه بشكل معنوي مش على الارض والله صدقني لا عزاء للمخالفين المعرب في كل الاحوال لا عزاء للمخالفين المعرب غيره يا ده الاخ وليد عرابي الهارب وليد شرابي يوم انتصار جيش اذربيجان وتحرير الاراضي الاسلاميه من قبضة الأرمن وإعلانهم الاستسلام هو يوم اشتاق له التاريخ ونسائم عز تحل علينا وهي تحمل معها ذكريات جميلة من الماضي انتوا انتوا بس حاسين يا جماعة انتوا حاسين والله حاسين يعني يعني أنا 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 بشكل واضح بشكل واضح شايف الناس دي الناس دي مغيبة دول مش عايز أقول والله يعني دول مغيبين فعلا يعني أنا مش عايز أقول دول أكنهم في كهف في كهف ومغيبين وخرجوا للتو شافوا الشمس مش مصدقين الناس دي قاعدين شغالين اردوغان اردوغان ده كل واحد فيهم معاه سبحه عملوا اردوغان بيسبحون باردوغان وبحمد اردوغان شيء مقزز والله شيء مقزز انا بقول يعني الناس دي ما عندهاش حقل يفكروا طب اللي بيحصل في تركيا مش شايفينه يعني الخراب المالي اللي عندهم في تركيا والليره مش شايفينه طب استقاله الولد برات البيرق مش شايفين والخناقات اللي في العيله مش شايفين الكلام ده طب مش شايفين ال ال القتل القتل للمعارضين داخل تركيا طب مش شايفين ال الخراب الموجود في كل المؤسسات الموجوده في الدوله مش شايفين هم بس عايزين الفكره ال انه يبقى فيه صنم يعبدوه اسمه اردوغان اردوغان صنم يعبده مشرك الاخوان والله العظيم قدامي وليد شرابي واحد قاضي قاضي هربان بيتكلم بيقول انه يوم اشتاق له التاريخ مش قادر افهم انتوا بتزوروا التاريخ والله بتزوروا التاريخ يعني واحد يوم ليه ليه الاذربيجانيين والارمينيين اتخانقوا على حته ارض وشويه ناس موجودين الموضوع احنا ده يساعد كلها سياسه ملهاش علاقه بالدين والدليل اللي انا قلت لحضراتكم انه تركيا المسلم المسلمين ده سنه ودول شيعة يا عم كلهم مسلمين ماشي الموضوع ملوش دعوه بالدين على الاطلاق لان اسرائيل بتساعد اذربيجان يعني اسرائيل بتنصر الدين الاسلامي ما انا بسال بس يعني هات لي يا ابني اللي غيره اللي بعديه محمد الرخيص اذربيجان تنتصر وتحرر ارضها المحتله من 30 سنه حيث وافقت ارمينيا على الانسحاب ووقف اطلاق النار جدير بالذكر ان الرئيس اردوغان اعلن قبل ايام ان موعد النص اقترب بص النص الاولاني يا ابراهيم أذربيجان تنتصر وتحرر أرضها المحتلة من 30 سنة حيث وافقت أرمينيا على الانسحاب ووقف إطلاق النار ممكن أوافق عليه؟ ممكن أوافق عليه ماشي الحال لكن نخش في الجزء الثاني جدير بالذكر أن الرئيس أردوغان أعلن قبل أيام أن موعد النصر اقترب وأن تركيا سندت أذربيجان علانية سياسيا وعسكريا لاستعادة أرضها بالفعل يبقى وبالفعل عاد الآذان وبالفعل عاد الآذان إلى المساجد التي حولت حولت إلى حضائر يا جماعة يا جماعة الناس دي يا جماعة يعني بص لازم أتاجر لازم أدغدغ مشاعر الناس لازم أحول الرأي العام إلى أنه ده فكرة حرب ضد الدين ودول منتصرين للدين وأردوغان هو الوحيد أي حاجة فيها دين هو اللي بينتصر للدين هو اللي بينتصر للدين والله والله محمد الصغير ولا عمرو عبد الهادي ولا وليد شرابي ولا ما اعرفش مين اللي اتكلم تاني معاهم والله والله لا تحاسبونا على هذه الاغواءات والله انتوا انتوا فعلا ناس مغيبه بالفعل انت عايز تعمل من واحد تصنع منه خليفه باي شكل باي شكل وانا بقول في تركيا يا اخي طب انت لو انت بتكلم بقول لك ايه عاد الاذان الى المساجد تحولت الى عظائر طب يا عم صغير ولا رخيص انا بسال بسال طب ما تروح يا عم محمد الصغير انت واردوغان والمجموعه اللي عندكم انتوا كلكم كل واحد فيكم كل... انا مشروع شهيد يا عم انا هصدقك هضطر اصدقك روح حرر القدس قال لك الجمل طلع النخل بجد قال له والله قال طيب ادي الجمل يا عم وأدي النخل خليه يطلع قدامنا انتوا بتقولوا انتوا مسلمين ومشروع شهيد وانتوا ناس الدنيا في فردة مدارس زي ما بيقول المطرب التونسي العظيم انا موافق انا موافق يلا اتحركوا على القدس حرروها تاهت والإناهة الاخوان المسلمين عايزين يعملوا برهان ان هم مسلمين بجد اطلعوا يا عم انتوا وخليفه المسلمين حرروا القدس واحنا وراكم حلوه دي ولا ما, فا... ما... يلا لكن انت قاعد في اسطنبول بتتسكع وتتنطع وتشتم في مصر وعايز تحرر القدس بس الاول نوقع دمشق وبعدين نوقع القاهره ونوقع تونس ونوقع بغداد ونوقع دمشق دول يقعوا الاول وبعدين نخش على على, على القدس يا سيدي انت لو انت صادق انت وخليفتك انت واميرك انت ومرشدك اطلعوا كده بربطة المعلم وعندكم فلوس قطر وحررنا القدس اطلعوا يا عم مش انتوا بتقولوا احنا عملاء الامريكان يا عم ماشي خلاص انا عميل امريكان مش انتوا بتقولوا احنا اصدقاء اسرائيل واحنا ضد القذافي مش انتوا بتقولوا هذا الكلام يا عم خلاص ماشي هنصدقك انت روح بقى يلا ملكش دعوه بيا بقى روح سيبني ابني بلدي انا يا سيدي حاربت اربع حروب عشان فلسطين وشغالة عشان فلسطين طول عمري من اول ما ولدت القضيه وحتى الان. وكل الدماء والشهداء في سينا عشان فلسطين. تركيا لم تطلق رصاصه واحده من اجل القدس. وانتم بتسبحوا في حدهم، خلاص هي باينه قدامنا. انا كل الكلام اللي بقوله يعني في ناجورنو في ارمينيا واذربيجان وطلعوا اردوغان هو السبب في الهيصة في يا سلام العظمه ما شفت خالد بن الوليد هذا الزمان. ابو بكر الصديق هذا الزمان. مش ممكن هذا الهطل الاخواني، الهبل الاخواني، الوله الاخواني، الولع الاخواني باردوغان ان هو تفلت من عصر الصحابه والتابعين وده ربنا بعته ده سادس الخلفاء الراشدين ولا سابع الخلفاء الراشدين، الله يخرب بيوتكم. طيب هو لو صادق يتحرك يلا. طيب هو لو صدق يا محمد يا رخيص انت وبكر ال الناس اللي عندك اللي موجودين في تركيا وفي قطر وفي غيره. طيب ما يمنع عنده الدعاره. ايه رايك في الفكره دي؟ بسيطة دي في خليفة للمسلمين يا راجل يستفيد اقتصاده باربعة مليار دولار سنويا من حصيلة الدعارة الدعارة هناك في تركيا رسمي رسمي ده رسمي يا جماعة ده رسمي في تركيا اتنين لو هو خليفة المسلمين وعايز يطبق شرع الله زي ما انتم بتقولوا مصر تطبق شرع الله وليبيا تطبق شرع الله والغريان يتكلم والقراوي يتكلم يا عم طب انتوا قاعدين في تركيا عاصمة الخلافه انا موافقك يا سيدي يلا امنع المثليه الجنسيه يطلع اردوغان كده زي الذكر يقول انا همنع المثليه الجنسيه يطلع يقول انا هقفل بيوت الدعاره يطلع يقول انا همنع الخمور من مش عارف ايه انا همنع الحانات انا همنع انا همنع انا همنع. مش ده الاسلام مش انتوا عايزين تطبقوه انتوا قاعدين هناك عايزين تكلموا علينا وتقولوا انتوا ضد ضد الدين وانتوا بتوع... ده احنا المساجد اللي في مصر اللي بتنطق وتنطلق بكل يوم الله اكبر لم تتوقف لحظه ولن تتوقف لحظه عندي عدد مساجد في مصر بس قد تركيا جميت مره وانتوا بتكلموا يقول لك هدم المساجد انا بهد زاويه عشان اعمل مسجد وفي الاخر هؤلاء يتاجرون وكل تجارتهم بالدين والله 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 يوم القيامه لكل الناس دي تتفضح فضحتكم في الاخره تبقى اكبر من فضحتكم في الدنيا التشتت اللي انتوا فيه دلوقتي ده بس جزء من عقاب الدنيا ليكم وانتوا بتهاجمونا وبتشتمونا وبتقولوا وبتخلوا وبتروحوا وبتيجوا امبارح في واحد صديق من امريكا عنده صفحه على اليوتيوب وقال كلمتين خد تحليل من كلامي وقال ده فلان الفلاني وجاب صوره كنت انا هو في نيويورك سواء يعني قابلته حد لطيف مصر لطيف حب مصر قوي ودخل عليه الناس الخرفان شتموش انت اكتشفت عن نفسك انت بت... انت تبع مصر وكأنه حب مصر جريمة وكأنه الدفاع عن مصر جريمة لهؤلاء بيكرهوا والله والله الذي لا إله إلا هو أكتر ناس بتكره البلد وبتكره مصر وبتكره الجيش هم الإخوان لهم من الله ما يستحقه طيب بمناسبة تركيا وبمناسبة أردوغان استقالة صهر أردوغان نسيبه يعني جوز بنته يعني كان وزير الماليه بيرات البيرق جوز أسماء ولا إسراء يا ابراهيم؟ إسراء جوز إسراء أردوغان إيه استقال واستقال على السوشيال ميديا يعني زي ما قلت لكم امبارح يا إما استقال من غير ما يقول للراجل زعلان منه إما زعلان عشان جابه محافظ بنك مركزي من غير ما يقولوا له واما نتيجه انه دوره انتهى لانه كوشنر خلاص خرج من الاداره الامريكيه وكان هو علاقته بكوشنر علاقه وطيده في البيزنس في بيزنس بينهم هما الاتنين بشكل او باخر الوصله او الجسر اللي بين اردوغان وترامب كان هو آآ آآ بيرات البيرق عن طريق كوشنر الاتنين فلما كوشنر مشي فده ما عادش اللي لازمه خلاص مشوه لكن المعلومات اللي عندنا بتقول ان هو عامل مشكله جدا كبيره جدا في العيله ومتخانق مع اردوغان ومتخانق مع بلال ومتخانق مع اسراء والخناقه الداخليه اللي في العيله دي خلته يستقيل انا مش لاعب الدليل على ذلك انه في تقليد داخل تركيا انه اي وزير يمشي والوزير الجديد بيجي في مراسم تسليم وتسلم بيكلموا بيتمنوا له التوفيق وفي خطاب يعني في نوع من البرستيج بيتعمل او البروتوكول او الاتيكيت السياسي داخل تركيا برات البيرق أحرج أردوغان قال مش رايح. فده واحد زعلان بقى مقموص. وزير الداخلية وزير المالية التركي صهر أردوغان مقموص من حماه. أكن عيلة بتشتغل، أكن أسرة، أكن شركة، أكن مصنع. أنا بقول هذا الكلام لو في مصر والله لا توقفت كل القنوات للحديث عن هذا الأمر. ده صهر أردوغان وما المراسم تسليم السلطه لوزير النقل الذي تولى مسؤوليه وزير الماليه. لكن انا عايز اقول انه برات البيرق خرب الاقتصاد التركي. خلى خلّ الخزانه التركيه خاويه، خلاص ما فيهاش خالص. افقر الشعب التركي. طب هو بمزاجه؟ لا ده كان بتعليمات مع اردوغان. طيب اردوغان جاب مين؟ اردوغان جاب واحد اسمه لطفي علوان. مين لطفي علوان وزير النقل الاسبق طب ايه السي في بتاعه ايه سيرته الذاتيه الراجل اللي قدام حضراتكم من هو لطفي آآ آآ علوان لطفي علوان اول حاجه انه راجل قليل الادب صاله اللسان يعني بيشتم يعني وبيشتم خصومه على الهوى قال لواحد من هؤلاء مره وهو على الهوى ماذا تقول ماذا ستقول لو كانت هناك صور إباحية لزوجتك إذا كنت متزوجا أو لأختك إذا كنت أعزب تخيل واحد وزير بيقول له واحد قدامه على الهوى تخيل أنت لو مراتك عندها صور إباحية ولا أختك وقح ده أول سمة من سمات الراجل علوان اللي هو وزير المالية اللي يحاول قبل كده أنه يعمل عملية إغراء لمفتشي ديوان المحاسبة التركي بالعمل ضد القانون وبيعين موظفين آآ آآ تابعين لشركاته الخاصه بالزعم انهم تابعين للمخابرات وده من ابرز الاسماء في قضيه الفساد الكبرى اللي تفجرت يوم 17 ديسمبر 2013 وده استخدم البريد العام في الانتخابات المحليه وده كان آآ ضحايا قطار تشرولو اللي هم الاسره بتوع الضحايا قالوا ان هو رفع عليه 25 قضيه بسبب ان تسبب في وفاه 25 مواطن ده تولى وزاره الماليه خلفا لبيرات البيرق طيب بس خليني اقول لمحمد الصغير اللي اللي بيتكلم اللي بيتكلم على على خليفه المسلمين وانا فاكر والله وعايزكم تفتكروا وانا قلتها لكم امبارح معلش يعني لما كان الولاد الاخوان في الجامعه ولا في الشارع عايزين يشتموا الرئيس مبارك الله يرحمه يقولوا يا مبارك يا جبان يا عميل الامريكان وكان محمد مرسي يا ابراهيم الله يسامحك كنا عايز محمد مرسي وعمال يشتم في الامريكان بكره تجيبوها لنا في الجامعه الله يهديكم فكان العلاقه بالامريكان تهمه تهمه طب تخيل بقى بيقولوا على اردوغان خليفه المسلمين طب يا محمد يا صغير ما هو اردوغان خليفه المسلمين بعت برقيه تهنئه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن. مش أنتوا قلنا لكم يا جماعة أنتوا بتأيدوا بايدن؟ وبايدن بيشوف أردوغان وبيقول له أنت راجل من 60 في 70؟ لا برضو بدونية وبانصياع بعت له برقية تانية هات لي يا ابني وكالة أنباء انظور عاجل أردوغان لبايدن. التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقمم والقيم المشتركة عاجل أردوغان دميلي بيقول أنا دول أردوغان لبايدن واثق أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصرية للسلام العالمي عاجل الرئيس أردوغان يبعث رسالة تهنئة لنظير الأمريكي المنتخب جو بايدن ايه يا عم في ايه ده بعد ثلاثة ايام يا عم جاي تقول هو انت شورت مين سالت مين؟ رجعت مين؟ أنا مندهش مندهش لما يجري أمامي لكن عندما أقرأ التاريخ أقرأ التاريخ أفهم ما يدور تجارة بكل القيم الناس دي عندهم بورصة هناك يبيعوا فيها وطن يبيعوا فيها شرف يبيعوا فيها كرامة يبيعوا فيها دين هو ده الوضع الخاص بهؤلاء الموجودين في اسطنبول خليني بس سريعا اقول انه في في الولايات المتحده الامريكيه الرئيس الامريكي حتى هذه اللحظه دونالد ترامب اللي موجود لسه في الحكم لغايه عنده يمكن 70 يوم تاني لغايه 20 يناير اقال وزير الدفاع مارك سبير اقاله وكمان في معلومات انه اقال احد الـ عالم كبير من علماء وزارة الطاقة اللي هو عالم المناخ في وزارة الطاقة الذي كان يجري بحثا حكوميا حول ظاهرة الاحتباس الحراري ايه اللي بيحصل انا مش فاهم يعني الرئيس ترامب بيقيل وزير الدفاع وقالوا انه كان في خلاف بينهم طيب في ناس ثانيه قالت ان اصلا بيرتب ترتيبه انه ممكن يضرب ايران ما عشان يضرب ايران لازم الكونجرس يوافق هل الكونجرس يوافق هل انه بيشيل وزير الدفاع ويجيب وزير الدفاع تاني هل في إجراء ما في الطريق هيحصل داخل أمريكا أنا برضه مش قادر أفهم لكنه أقال الرجل العالم بتاع الاحتباس الحراري عشان أردو آه... ترامب انسحب من اتفاقية المناخ في فرنسا ويبدو أن هذا الرجل قد أحرجه أ... أتوقع أنه ترامب سيقوم بعمليات أخرى أو بإجراءات أخرى أتوقع أنه خلال الأيام والأسابيع القادمة لن تمر يعني حتى البيت الأبيض رافضين في البيت الابيض يسلموا الناس بحمله بايدن الشغل ويدوا ملفات وفي تعليمات صدرت من البيت الابيض ومن اداره ترامب بعدم التعاون مع الاداره الجديده وقالوا احنا هننتظر الحكم وننتظر ايه اعلان النتيجه بشكل رسمي وزير العدل الامريكي سمح بفتح تحقيقات حول الانتخابات الرئاسيه وده المتغير الجديد وزير العدل الامريكي بيليار وافق على اجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسيه يوم 3 نوفمبر التي يؤكد دونالد ترامب انها شهدت عمليات تزوير من دون ان يوفر اي دليل عليها. شدد وزير العدل الامريكي ده اقرب وزراء الى الرئيس المنتهي ولايته على ان هذا الاذن الموجه الى المدعي المدعين العامين الفيدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية الخلاصة أن الموضوع يعني ده وزير العدل اللي, اللي وافق لإجراء وفتح تحقيقات حول عمليات تزوير داخل الانتخابات أعتقد أن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية يعني الراجل جو بايدن أول ما تولى بسرعة أول ما أعلن فوزه قال أن شكل فريق عشان إدارة أزمة كوفيد 19 ما اعرفش الوضع في امريكا احنا بنتابع ونشوف ايه اللي بيحصل خلال الساعات القليله الماضيه تم الاعلان عن وفاه السيد صائب عريقات عن عمر يناهز ال 65 عام بعد اصابته بكورونا والرئاسه الفلسطينيه اعلنت رسميا وفاه صائب عريقات واعلن السيد ابو مازن في بيان رسمي نعي امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه صائب عريقات متاثرا باصابته بفيروس كورونا ووكاله الانباء الفلسطينيه آه نشرت عن الرئاسه الفلسطينيه اعلانها وفاه كبير المفوضين صائب عريقات عن 65 عاما بعد اصابته بكوفيد آه 19. آه توفى امير سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه صائب عريقات آه اليوم الثلاثاء ده الاعلان متاثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد عن 65 عام. يعني ربنا يرحمه ويعني كان بالتاكيد صائب عريقات كان ابن القضيه الفلسطينيه عمل من اجل القضيه الفلسطينيه له تاريخ نضالي مشرف وكان له باع طويل في المفاوضات لانه كبير المفاوضين الفلسطينيين مع الجانب الاسرائيلي كان عنده امنيات يعني ربما وافته المنيه دون ان يحقق احلامه برؤيه دوله فلسطينيه حقيقيه بحدود واضحه على حدود سبعة القضية الفلسطينية لها قدمت كثير من الشهداء كثير من الأبرار كثير من هؤلاء الرجال الحقيقيين الذين أعطوا القضية كل ما يعني يملكون فلله ما أعطى ولله ما أغاز وإنا لله وإن إليه راجعون ونحن أيضا نعزي الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في وفاة أحد أهم الشخصيات الفاعلة في مسيرة المفاوضات سيد سائب عريقات انت تماما دمتم في أمان الله